بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثامن والأربعون، مصاحبة الأشرار. يحكى أن فلاحا زرع في أرضه قمحا. يحكى فعل مضارع مبني للمجهول، أن حرف مشبه بالفعل، فلاحا اسم أن، زرع فعل وفاعل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر أن، والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل رفع نائب فاعل. في أرض متعلقا بزرع، وأرض مضافه مضاف إليه، قمحا مفعول به. فنبت الزرع ونما حتى ظهر فيه الحب. الفاء حرف عطف، نبت فعل، الزرع فاعل. وحرف عطف، نما فعل وفاعل. حتى حرف عطف، ظهر فعل فيه متعلقا بظهر، الحب فاعل. وكانت الغربان مواظبة على الأكل منه كل يوم حتى أتلفت سنابل القمح. الواو حرف عطف، كانت فعل ماض ناقص. والتاء للتانيث، الغربان اسم كان، مواظبة خبر كان، على الأكل متعلقا بمواظبة، منه متعلقا بأكل. كل ظرف زمان مضاف، يوم مضاف إليه، وشبه الجملة متعلق بمواظبة. حتى حرف عطف للغاية، أتلفت فعل وفاعل، سنابل مفعول به مضاف، القمح مضاف إليه. فلما رأى الفلاح ذلك عزم على قتلها. الفاء حرف عطف، لما ظرف زمان مضاف وهو متعلق بعزم. رأى فعل، الفلاح فاعل، ذلك مفعول به، عزم فعل وفاعل، على قتل متعلقا بعزم، وقتل مضاف، هاء مضاف إليه. وكانت عنده ببغاء تخالط هذه الطيور. الواو حرف عطف، كانت فعل ماض ناقص، عند ظرف مكان مضاف، هو مضاف إليه، وشبه الجملة في محل نصب خبر كان. ببغاء اسم كان، تخالط فعل وفاعل، والجملة الفعلية في محل رفع نعت للببغاء. هذه اسم إشارة في محل نصب مفعول به، الطيور بدل. فخرجت ذات يوم على حسب عادتها لمرافقة هؤلاء الغربان بدون أن يعلم صاحبها بذلك. الفاء حرف عطف، خرجت فعل وفاعل، ذات ظرف زمان مضاف، يوم مضاف إليه، على حسب متعلقا بخرجت، وحسب مضاف، عادة مضاف إليه، وعادة مضاف، هاء مضاف إليه، لمرافقة متعلقا بخرجت، ومرافقة مضاف، هؤلاء مضاف إليه، الغربان بدل أو نعت، بدون متعلقا بخرجت، ودون مضاف، أن حرف نصب، يعلم فعل مضارع منصوب بأن، والمصدر المؤول من أن، والفعل في محل جر مضاف إليه، صاحب فاعل يعلم، وهو مضاف، هاء مضاف إليه، بذلك متعلقا بيعلم. وقد اتفق أن هذا هو اليوم الذي استعد فيه الفلاح لقتل الغربان ليسلم من شرها. الواو واو الحال، قد حرف تحقيق، اتفق فعل ماض، أن حرف مشبه بالفعل، هذا في محل نصب اسم أن، هو ضمير فصل، اليوم خبر أن، والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل رفع فاعل. الذي اسم مفصول في محل رفع نعت لليوم. استعد فعل ماض، فيه متعلقا باستعد، الفلاح فاعل استعد. والجملة الفعلية صلة المفصول، والعائد على الاسم المفصول ضمير متصل فيه، لقتل متعلقا باستعد، وقتل مضاف، الغربان مضاف إليه، لحرف جر، يسلم فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد حرف الجر، وفعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، والمصدر المؤول من أن، والفعل في محل جر بحرف الجر، والجار والمجر متعلق بقتل، من شر متعلق بيسلم، وشر مضاف، هاء مضاف إليه. فأخذ بندقيته ورمى الغربان. الفاء حرف عطف، أخذ فعل وفاعل،
بندقية مفعول به مضاف هو مضاف إليه. الواو حرف عطف رمى فعل وفاعل. الغربان مفعول به. فسقط منها ثلاثة على الأرض ميتة وانكسرت رجل الببغاء. الفاء حرف عطف سقط فعل منها متعلقا بسقط. ثلاثة فاعل على الأرض متعلقا بسقط. ميتة حال. وحرف عطف انكسرت فعل والتاء للتانيث. رجل فاعل مضاف الببغاء مضاف إليه. فلما رأى الفلاح الببغاء مطروحة على الأرض مكسورة الرجل استغرب ذلك لأنه ما كان يعلم بوجودها مع الغربان. الفاء حرف عطف لما ظرف زمان مضاف رأى فعل ماض الفلاح فاعل والجملة الفعلية في محل جر مضاف إليه. الببغاء مفعول به مطروحة حال على الأرض متعلقا بمطروحة. مكسورة حال ثانية وهو مضاف الرجل مضاف إليه. استغرب فعل وفاعل ذلك مفعول به. لي حرف جر أن حرف مشبه بالفعل والهاء ضمير متصل في محل نصب اسم أن. ما حرف نفي كان فعل ماض ناقص في محل نصب خبر أن. واسمها ضمير مستتر تقديره هو. يعلم فعل وفاعل والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل جر بحرف الجر والجار والمجرور متعلق بالفعل استغرب بوجود متعلقا بيعلم ووجود مضاف ها مضاف إليه مع ظرف مكان مضاف الغربان مضاف إليه وشبه الجملة متعلق بوجود. ثم قال لها إن ذلك ما حصل لك إلا من مصاحبة الأشرار. ثم حرف عطف قال فعل وفاعل لها متعلقا بقال. إن حرف مشبه بالفعل ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم إن. واللام لام البعد حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. والكاف كاف الخطاب حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ما حرف نفي حصل فعل وفاعل لك متعلقا بحصل. والجملة الفعلية في محل رفع خبر إن. إلا حرف استثناء ملغا من مصاحبة متعلقا بحصل ومصاحبة مضاف الأشرار مضاف إليه. وبعد ذلك حملها إلى البيت على تلك الحال. وحرف عطف بعد ظرف زمان مضاف ذلك مضاف إليه وشبه الجملة متعلق بحمل. حمل فعل وفاعل ها مفعول به. إلى البيت متعلقا بحمل على تلك متعلقا بحمل. الحال بدل أو نعت. فلما رأى الأولاد الفلاح الببغاء أسفوا عليها كثيرا وسألوا أباهم عن سبب ما حصل لها. الفاء حرف عطف لما ظرف زمان مضاف وهو متعلق بأسفوا. رأى فعل أولاد فاعل مضاف الفلاح مضاف إليه. الببغاء مفعول به. أسفوا فعل ماض. الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل عليها متعلقا بأسفوا. كسرا نائب مفعول مطلق. وحرف عطف سألوا فعل والواو فاعل. أبا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف هم ضمير متصل في محل جر مضاف إليه عن سبب متعلقا بسألوا. وسبب مضاف ما اسم مفصول في محل جر مضاف إليه. حصل فعل وفاعل لها متعلقا بحصل. والجملة الفعلية صلة المفصول لا محل لها من الإعراب. فأجاب أبوهم أن مصاحبة الغربان الأشرار هي التي أوقعتها في هذه المصيبة. الفاء حرف عطف أجاب فعل أبو فاعل مرفوعا وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. أن حرف مشبه بالفعل مصاحبة اسم أن مضاف الغربان مضاف إليه. الأشرار نعت هي ضمير فصل لا محل له من الإعراب. التي اسم مفصول في محل رفع خبر أن. والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل نصب مفعول به.
لأن فعل أجاب بمعنى رد له الجواب. أو قعد فعل وفاعل ها مفعول به. والجملة الفعلية صلة المفصول لا محل لها من الإعراب. في هذه متعلقا بأوقعت المصيبة بدل، ثم إن الببغاء شفيت بعد ذلك من مرضها وصارت تقول دائما لأولاد الفلاح لا تصاحب الأشرار، لا تصاحب الأشرار. ثم حرف عطف، إن حرف مشبه بالفعل، الببغاء اسم إن، شفيت فعل ماض مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هي. والجملة الفعلية في محل رفع خبر إن بعد ظرف زمان مضاف ذلك مضاف إليه من مرض متعلقا بشفيت، ومرض مضاف ها مضاف إليه. وحرف عطف صارت فعل ماض ناقص واسمها ضمير مستتر تقديره هي في محل رفع. تقول فعل وفاعل، والجملة الفعلية في محل نصب خبر صار دائما ظرف زمان لأولاد متعلقا بتقول، وأولاد مضاف الفلاح مضاف إليه. لا تصاحب الأشرار في محل نصب مقول القول. لا حرف جزم ونهي، تصاحب فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامات جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل، الأشرار مفعول به. لا تصاحب الأشرار توكيد لوزي، والله أعلم بالصواب.